تاكسي دوارة من حارة لحارة، كل يوم قصة عن بلدنا وأسرارها. يوميات أبو عبدو كل يوم على صدى اف ام. مرحبا أم عبدو. أهلين أبو عبدو. أهلين، الله يلبسك العافية. لك إيش بك ركدمت لهودي؟ طب خذي الخضرة من إيدي، مسكي. إيه حطهم بالمطبخ، الله يخليك. عم بتفرج. عم تتفرج؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بس مرة يروحنا غير هالتلفزيونات. وعايش عم تتفرج يا أبوي؟ لك هذا مسلسل لبناني حلو. لك إيش حلا فيه أبوي؟ لك فيه هذا الممثل السوري ولو، والله تمثيله حلو. أوف يا حيف، بس يا حيف. إيش بك لك أبو عبدو، عم تندب حظك؟ لك مو حرام، لك أم عبدو مو حرام هيك؟ خلوا هالممثلين يطلعوا لبرا. لك إيه نفس الشي، إيش هون إيش هونيك؟ نفس الشي ما اختلفنا، بس ليش هالمسلسل لينقال عليه مسلسل لبناني؟ ليش ما ينتسب لألنا؟ وهو كل سبب نجاحه سوريين طالعين فيه. إيش طالعون يعني؟ لك يا أبو عبدو، قال مطرح ما بترزق ألزق، وهن نلاقوا هونيك شغلن رزقون، مالن خبزة هون؟ هاد حكينا. ليش هيك رجعنا لورا 2000 سنة وغيرنا ياخد خيرنا ويقدم فيه لقدام؟ ليش نحن بدل ما نستثمر خيرنا نخليه يروح لبرا؟ ايه والله يا أبو عبدو، نص الناجحين راحوا لبرا هالبلد. يلي صار بمصر ويلي صار بلبنان وهذا بتونس، بس هاك وترى لسه عنا أسماء بنرفع فيها الراس. لك أبو عبدو، ما عم نحكي على يلي بقيوا بنباسوا من راسه لأنه ضلوا بهالبلد رغم هالأزمة ورغم شح الإنتاج ورغم سوء الإخراج بكتير أعمال. لك ايه في شوية أخطاء وبخل إنتاجي بشوية مسلسلات سورية، بس لسه في شي سوري حلو بينشاف. ما اختلفنا، بس ما ضل مثل أولية. صار 3/4 وهات إيدك والحقني. قبل كان الله وكيلك، وقت اللي بده يطلع المسلسل الله وكيلك مالك علي يمين. أضل عبفتل ساعة ما يطلع معي ولا راكب، تلاقي الشوارع كلها فاضية، الإشارات كلها خضر، كله عم تفرج على المسلسل. قولتك بدل ما يتطوروا ويتحسنوا كل مالهم عم برجعوا لورا. قولتك هالسافروا بيرجعوا؟ لك لوين دي يرجعوا لوين؟ صارت أسهمهم هنيك شي لطيف، هنيك بمسكوهم ما بتركوهم يرجعوا أصلا. لك بشوفوا الواحد هنيك ناجح وشغيل، بحطوا إيدهم بإيده ما بفلتوا، مو مثل عنا بتركوا له القفص مفتوح ليطير ياكل برا. إيه الله يفرجها أحسن شي. ها تفضل، هاي خلص المسلسل وما خليتني أشوف أصدار بالأخير. أنت وقرك إيه منيح اللي خلص. حطينا على صدى اف ام بقى، وقومي اغسلي هالبندورات. تابعونا على موقعنا الإلكتروني عبر الإنترنت www.sada-fm.com. يوميات أبو عبدو كل يوم على صدى اف ام. إيشو لك ابن أخوي؟ لك أنا تموين؟ وين طالع أبوي؟ عبستان القصر. إيشو؟ على العزيزية بدي أروح. لك إيشو لك ابن أختي؟ بتعرف الدوار الأول بالأشرفية؟ إيه والله يا أبوي. يا روحي استنونا يوب.